الرساله دي جايه لك من الرب. قال له مرني ان اتي اليك على الماء. طب ما كان ممكن يقول له لو انت هو تعال لنا السفينه نشوفك بقى عن قرب. لا ما قالش كده. ليه؟ لانه عايز بسرعه يبقى مع الرب. واللي تأمله في الحته دي يقول لك بطرس يتميز عن الباقيين انه عنده عاطفه شديده نحو الرب، مش طايق ان يستنى الرب يجي القارب. هو عايز يبقى مع الرب حتى لو هيمشي على الميه. وافتكر معايا قصه تؤكد اللي انا بقوله. فين؟ في انجيل يوحنا وفي أصحاح 21 اللي هو آخر أصحاح في إنجيل يوحنا. إيه اللي بنشوفه في إنجيل يوحنا أصحاح 21؟ يقول كده إن لما سمع يوحنا الرب كان واقف على الشاطئ، كانش عارف إن هو الرب. سمع يوحنا بيقول إن ده الرب، لأن حصلت معجزة بقى والشبكة اتملت بالسمك، بس هم في القارب والرب على الشاطئ. بس سمع الرب بيقول، سمع يوحنا بيقول هو الرب، عارف عمل ايه؟ يقول كده ما استناش، ألقى نفسه في البحر عشان يوصل للرب. عنده لهفة، عايز يشوف الرب، عايز يبقى جنبه. ما الباقيين قعدوا في القارب لغايه ما والقارب جه لغايه الشاطئ، ولا هو طب وليه استنى؟ لما على طول بسرعه رمى نفسه في الميه عشان يوصل للرب سريعا. طيب ايه الرساله ليا وليك وليكي؟ نطلب ان احنا بالروح القدس يبقى عندنا ده، تبقى مشتاق تروح الاجتماع، تبقى مشتاق ان الرب يكلمك، تبقى مشتاق انك ترنم وتفرح بحضور الرب، تبقى مشتاق انك تخدم. اديلك ما كذا يوم ما عملتش حاجه للرب، عايز تعمل حاجه. اشتياقات مقدسه. ليه؟ انت شايف الرب، مش همك بقى التلاميذ اللي في القارب يقولوا عليك ايه، مش همك كلام الناس، مش انت عايز الرب وعايز تبقى مع الرب وعايز تخدم الرب. بطرس قال له كده، انا عايز ابقى معاك، مرني ان اتي اليك على الماء. الرب لما يشوف في واحد اشتياق انه يخدم يديله انه يخدم. والرب لما يشوف اشتياق ليك انك تدرس الكتاب هتدرس الكتاب، ويبعت لك اللي يساعدك في دراسة الكتاب. الرب يقدر جدا 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 المشاعر الصادقة. لان بطرس مش هيعمل كده عشان يتمنظر قدام الاخرين، لا، لأنه عايز يبقى مع يسوع. طب وأسيب القارب يا بطرس وتروح مع الرب؟ تقول القارب ممكن يخزني، القارب ممكن الموجة تشتد يتكسر، القارب ممكن يغرق، أنا هستمد حمايتي من القارب؟ لا، أنا مع يسوع، وسط الخطر أكثر في أمان حقيقي. لأن المكان الآمن مش القارب، المكان الآمن المكان اللي عايزك فيه الرب، المكان اللي الرب حاضر فيه ومعاك. ولو أنت بتفكر تهاجر أو تغير البلد، الأمان مش في البلد اللي أنت رايحها، الأمان إن يسوع يبقى عايزك هناك، ومتأكد إن ده حلوا الإلهي لمشاكلك. يعني هو ده الأمان، الأمان
انك تبقى في مشيئة الرب مش في مشيئة بشرية، تبقى في مشيئة ايه؟ الرب. بطرس بيعلمنا هذا الدرس الهام جدا 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 جدا، ان الامان بتاعي مش ان انا اقعد في القارب اللي حمانا الساعات الطويلة بتاعت الليل من الغرق، بس ممكن حماني والوقت الجاي يخزني. اماني ان انا ابقى في الحتة اللي الرب عايزني فيها وابقى مع الرب. فقال له مرني ان اتي اليك ماشيا على الماء. مرني ان اتي اليك على الماء، يعني انا مدرك ان في ميه. بطرس برضو هنا عنده ايمان في اللحظه دي ان كلمه الرب تخليه اقوى من الميه. الميه اللي بتغرق ما تغرقهوش، كلمه الرب تخليه اقوى من قانون الجاذبيه اللي بيقول ان الانسان يغرق. كلمه الرب فيها امان. كان عنده ايمان في هذه اللحظه لما الرب قال له شوف نقرا مع بعض ايه 29 متى 14. فقال يسوع لبطرس ايه؟ تعالى. امر. طيب بطرس بقى يتردد؟ لا، جواه عاطفه عايز يسوع. هو قال لي تعالى مش مهم بقى، مفيش حاجه هتغرقني. يقول لك فنزل بطرس من السفينه ومشى على الماء لياتي الى يسوع. مشى على الماء دي كلمه عظيمه جدا، يعني مش اول ما حط رجله في الميه غرق. لا، لانه معاه امر الهي. وما فاتش وقت على الكلمه اللي قالها الرب ليه تعالى، وباصص للرب قدامه محمي من الغرق. لما الرب يقول لك اعمل كذا، الرب يقول لك روح المكان الفلاني اخدم، وتبقى متاكد ان ده الرب، تبقى محمي. تقول الطريق مليان ناس بتهجم على العربيات، اقول لك اذا كان الرب قال لك اذهب تعالى روح المكان ده تلاقيني هناك، ولا اي حاجه تقدر تمسك. هو الرب قادر ان يحفظك ما دام انت قابل انه يقودك، لان حمايه الرب ليك وحفظه ليك مشروطه بايه؟ بانه يقودك. يعني ما توديش نفسك انت عند صحراء وتقول للرب يحميني. لا، الرب ما ودكش عند الصحراء، ودكش عند اللي بيعملوا اعمال. ما تروحش مكان في خلاعه وناس بتسكر وتقعد تتكلم معاهم وتقول الرب يحميني. لا، الرب مش يحميك، عشان انت اللي وديت نفسك، مش الرب اللي وداك. لو الرب وداك بقى مكان زي ده عشان تخدم الناس هيحميك. فبطرس عنده كلمة من الرب واضحة. ولو انت مش قادر تميز الصوت ده صوت الرب ولا لا، ادي لنفسك فرصة. قول له يا رب اكد الصوت، قول له يا رب اكد اللي بتقوله، عشان انا مش عايز امشي غلط، انا عايز ابقى في مشيئتك. يقول الكتاب ان الرب امر بطرس وقال له تعالى. نزل بطرس من السفينة ومشي على الماء ليأتي الى يسوع. نكمل القراية، كمل معايا. حلو ان يبقى معاك الكتاب المقدس وانت بتتابع حلقه زي دي، عشان تخطط، عشان تحط علامه. الرب بيكلمني، كلمني هنا،
أنا مندفع، أنا كتير بمشي من غير ما أسمع كلمة. بطرس بيعلمني لا ما تتحركش بدون كلمة، ما تتحركش إلا ما الرب تحس إنه دفعك. فتروح حاطط علامة قدام الآية دي. الآية بتقول إيه؟ مرني أن آتي إليك على الماء. أجابه يسوع آية 29 قال له تعالى. نزل بطرس من السفينة ومشي على الماء، لأن الرب جاي على المية. ولكن لما رأى الريح شديدة، آية 30، لكن دي يعني إيه؟ يعني بعد ما مشي شوية على المية منتصر محمي ما بيغرقش، ابتدى يغرق. ايه السبب؟ ان عينه ابتدت تبص للمشكلة، ابتدت تبص للريح مش تبص ليسوع. طول ما انت باصص ليسوع تقدر تمشي على المية، طالما هو دعاك انك تمشي على المية. اول ما تركزت على الرب وتبتدي تركز بقى الريح شديدة قوية عاصفة، تلاقي نفسك بتغرق. طب ايه بقى ده؟ ده درس هام جدا 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 جدا. الامان ان تكون بتركز على الرب مش على الريح. تركز على الريح اللي ضدك هتغرق، تركز على المشكلة اللي ضدك هتغرق، تركز على الناس اللي بتتعبك وتبتدي تفكر فيهم اللي بيضايقوك في الشغل هتغرق. طب ازاي ما غرقش؟ ركز على الرب اللي بيحبك اللي مات علشانك. لان لما بطرس نزل من السفينه باصص للرب، ما قدرتش الميه انها تفشله، ولا قدرت انها تغرقه. لكن كلمة لكن دي مهمة. ولكن لما رأى الريح شديدة، ليه بصيت للريح؟ الدرس انك انت الريح شديدة بدل ما تركز عليها بقى وتقعد تحسب انا اعمل ايه، بص ليسوع. وده اللي بتقول الرسالة الى العبرانيين، ناظرين. وناظرين دي في اليوناني كلمة قوية، يعني ركز على الرب. ناظرين إلى رئيس الإيمان اللي بيدي الإيمان، اللي يخلي إيمانك مرتفع، اللي يشيل من جواك الشك، اللي يشيل من جواك الخوف. وده معناه إيه؟ معناه أنك أنت في الاجتماعات الروحية تبقى مركز على الرب. الرب بيتكلم، الرب بيقول لي إيه؟ وانت قاعد تقرا في الكتاب مركز ان الرب هيكلمك، وانت بتقرا في الكتاب شايف الرب داخل موضوع صعب، شايف الرب ماشي قدامك. اتعرضت فجأة لريح مضادة، على طول مش هبص للريح، هبص للرب. وهبص للرب هعرف اواجه الريح.